المملكة الأردنية الهاشمية تحتضن تراثاً غنياً بالثقافة والتاريخ، وتنبض بحياة حضارية. الأردن اقتصاد مبني على التخصص، العلم والاقتصاد معاً عنوان للتطور. لقد وضع إعداد المهندسين والعلماء المتخصصين ذوي المهارات العالية الأردن على قائمة دول الخبرة، مما عزز الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. وقد جاء اليوم لتشمل هذه الخبرة حقلاً حيوياً من حقول المعرفة، وهو التكنولوجيا النووية. الأردن يدخل العصر النووي. المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، مفاعل نووي بحوض مائي متعدد الاستعمالات بقدرة 5 ميجاوات، مصمم ليكون منصة تعزيز لمجالات البحوث المتقدمة والتدريب والتعليم وخدمات التكنولوجيا الإشعاعية. كما أن المفاعل معد لإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية، إضافة إلى حزمة من تطبيقات إشعاعات نيوترون، بما في ذلك الفحوص اللا إتلافية والتصوير النيوتروني وتجارب حيود وتشتت النيوترون، والتي تشكل ركيزة أساسية للبحث والاكتشاف العلمي المتقدم. إجراء التحويرات على تركيب المواد بإشعاعات النيوترون سيمكن الأردن من الدخول في مجال أبحاث أشباه الموصلات، ويكون مصدراً في إنتاج مواد عالية الجودة لأجهزة طاقة أشباه الموصلات. المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب مجهز بمرافق التحليل بالتنشيط النيوتروني، بهدف مساعدة الباحثين في تحليل وسبر التفاصيل الدقيقة للمواد، ليكون موطناً للأبحاث النووية المتقدمة في الأردن والشرق الأوسط. تم البدء في بناء المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في شهر تشرين الثاني من العام 2010، ليكتمل المشروع خلال 6 سنوات، حيث يقع المبنى في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في مدينة إربد على بعد 70 كيلومتراً شمال العاصمة عمان. أشرفت هيئة الطاقة الذرية الأردنية على المشروع منذ بدايته، حيث تم اختيار ائتلاف معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري وشركة دايو للهندسة والإنشاءات لتصميم وبناء وتشغيل أول مفاعل نووي في المملكة. بالإضافة إلى المفاعل ومرفق إنتاج النظائر المشعة، المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب يشمل مركز تدريب لتعليم وتدريب المهندسين والعلماء النوويين، كما يضم منشأة لمعالجة النفايات المشعة وضمان تخزينها في ظروف آمنة. منذ إطلاق المشروع اعتمد المفاعل أعلى معايير الأمان وفقاً لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لعبت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دوراً رئيسياً في ضمان الحفاظ على لوائح السلامة وعمليات تطوير المفاعل بالمتابعة والتفتيش. أدى إجراء عمليات الفحص ومراجعة التصميم ومراقبة اختبار مواد البناء وأداء النظم إلى ضمان تحقيق أعلى متطلبات الأمان النووي ومعايير السلامة الدولية. وفي شهر نيسان من العام 2016 خضع المفاعل لسلسلة من تجارب الأداء والإدخال الساخن في الخدمة، حيث أظهرت هذه الاختبارات السمات الكامنة للإطفاء الآمن للمفاعل دون الحاجة إلى إجراء أي تدخل خارجي، وحققت متطلبات التصميم. بدافعاً من التفاني والشعور الوطني ومتسلحة بسنوات من العلم والتدريب، عملت هيئة الطاقة الذرية الأردنية على تأهيل الجيل الأول من العاملين في قطاع الطاقة النووية للعمل على تشغيل أول منشأة نووية في الأردن بشكل آمن، حيث قامت هذه القوى المدربة بإجراء عملية التشغيل الأولي لمرافق المفاعل، مبرهنين قدرتهم ليس فقط على إدارة المفاعل بل أيضاً على إجراء حسابات وتحليلات معقدة ومتطورة، بما يؤكد جاهزيتهم للعمل على دعم وصيانة المفاعل لسنوات قادمة.
استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الأردن تعتمد بشكل جزئي على البنية التحتية الأكاديمية، ليشكل موظفو المفاعل ركيزة أساسية لهيئة الطاقة الذرية الأردنية. كما يفخر المفاعل بكونه منشأة بحثية عالمية المستوى، مشغلة بالكامل بكادر من العمال والمهندسين والعلماء الأردنيين الذين يشكلون النواة الأساسية للبحوث المخبرية النووية المتطورة في الأردن. إن خلق بيئة عمل آمنة ومزدهرة هو أحد المفاصل الرئيسية في عمل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، إذ يؤدي إشراك الموظفين في عمليات التشغيل وصنع القرار في المنشأة إلى الإحساس بالملكية والمشاركة. كما سيتم العمل على تدريب الجيل القادم من المهندسين والباحثين في القطاع النووي في مرافق المفاعل، واستخدام المختبرات ومختلف خدمات التكنولوجيا الإشعاعية المتاحة في المنشأة، إضافة إلى خطوط الحزم النيوترونية. يمثل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب نقطة محورية لإعداد أعلى المستويات من العلماء والمهندسين وصقل خبرتهم في القطاع النووي وتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. إن العمل بروح الفريق الواحد هو أحد الأركان الأساسية لضمان نجاح هيئة الطاقة الذرية الأردنية في ريادتها للتطبيقات النووية الآمنة والمستدامة للأغراض السلمية في منطقة الشرق الأوسط. المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب قصة نجاح تخلقت في العقول الطموحة لشباب أردنيين فتحدوا الصعاب ليحققوا أسمى الغايات.